ويا طلابه المعده اللي ما تخلص واللي الناس ما ترضى تفرق بين عضلات المعده والكرش الدهون الفوق. هذا الجهاز مال العضلات سكس باك، العضلات احنا نسميها المعده. اذا راح ادرب له هيك تمام وارفع الساق مالتي، لو اسوي بالبكره طحن او اي جهاز راح ادرب العضلات الموجوده بهاي المنطقه تمام. انت اذا سمين وعندك دهون فوقها انت ايش تسوي؟ العضله من تدربها تكبر، اذا انت عليك شو تسوي؟ لا تدربها زايد اولا، ثانيا اذا تريد تدربها لا تشيل لها وزن، اذا تشيل لها وزن راح تكبر حالها على هاي العضله. ايش معنى هاي العضله من اسوي كيل تكبر وهاي من تدرب لها تصغر؟ ماكو شيء، هاي تكبر وهاي تكبر اذا اكو وزن. اذا شو اسوي اني؟ اضخلها، بس مجرد اضخلها دم حتى تبقى مشدوده هاي المنطقه عندي. جوانب طيرها من بالك، لا تتدربها نهائيا، لانه اذا عندك دهون فوقها راح تكبر. نجي على الدهون، نظام غذائي، كارديو، استمراريه، لان الثلاث عوامل خليهن من ضمن اسلوب حياتك. الكرش مالتك والدهون الفوق عضله المعده راح تروح، ويا طلابه المعده اللي ما تخلص واللي الناس ما ترضى تفرق بين عضلات المعده والكرش الدهون الفوق. ودائما انا اقول لكم ارحم والديكم، صح صح وياي افيدكم.